بعد حلقة بيمو والتي كانت رائعة بمعنى الكلمة وحلقة أوبسيديان والتي كانت جيدة إلى حد ما، نتوقف معكم اليوم عند الحلقة الثالثة من سلسلة أراضٍ بعيدة معا مجددا، والتي من عنوانها علمنا أنها متعلقة ببطلين المفضلين فين وجيك، والتي شخصيا كنت متشوقا لها للغاية. لذا فلنبدأ. في بداية الحلقة نرى فين وجيك يركضان في كهف من الآيس كريم، وتلحقهما وحوش من الآيس كريم بعدما سرقا منها علبة آيس كريم ذات 50 نكهة. العلبة يوجد على سطحها علامة نجمة ذهبية غريبة، سنعرف إلى ما تشير لاحقا. نلاحظ هنا أن السيف الذي مع فين هو السيف الذهبي، ونحن نعلم أن السيف الذهبي هو أول سيف استخدمه فين في البرنامج، وكان ذلك منذ بداية الموسم الأول وحتى منتصف الموسم الثاني عندما تدمر. بالضبط الفترة التي كان فيها ملك الجليد مهووسا بخطف أميرات أو. وخمنوا ماذا؟ يخرج فين وجيك من كهف الآيس كريم ويجدان نفسيهما في مملكة الجليد، حيث يظهر ملك الجليد خاطفا الأميرة سلحفاة وأميرة الفضاء الوعر. وتلميح آخر غير سيف فين الذهبي وخطف ملك الجليد للأميرات هو يدا فين البشريتان الخاليتان من أي أثر عشبي أو سيف عشبي أو يد صناعية. هل نحن فعلا في زمن المواسم الأولى من وقت المغامرة كما تشير كل هذه التلميحات؟ سنعرف هذا بعد قليل. في الطريق نرى علبة الآيس كريم التي مع جيك قد بدأت تذوب، وتظهر بعد ذلك غيلان جليدية تعترض طريقهما، لكنها على أشكال شخصيات مألوفة لنا، أحدها على شكل بيس ماستر وآخر على شكل العم غامبولد. يقوم فين وجيك بقتلهما ثم يذهبان إلى قصر ملك الجليد، حيث ربط ملك الجليد الأميرتين في طرفي عمود متأرجح وتحتهما قدر مليء بالثلج المغلي بدلا من الماء المغلي. يخير ملك الجليد فين بين إنقاذ واحدة من الأميرتين وترك الأخرى تموت، لكن فين يقرر إنقاذهما كلتيهما. ملك الجليد يجمد جيك في أثناء ذلك، وبعدما يقوم فين بإنقاذ الأميرة سلحفاة يتبين أن أميرة الفضاء الوعر لم تكن تحتاج للإنقاذ لتمكنها من الطيران بطبيعتها. هنا وبلا سبب وجيه بدأ فين يظرف الدموع بطريقة لا إرادية، تلميح جديد سنفهم مغزاه لاحقا. بعد ذلك تقول الأميرة سلحفاة أن مكتبتها تتعرض للهجوم من قبل الديدان. يحاول فين كسر الجليد الذي يغطي جيك لكنه يفشل، فيذهب ساحبا معه جيك المجمد على عربة إلى المكتبة، وهناك يستعمل جسد جيك المجمد في صفع الديدان وهزيمتها. ونلاحظ هنا تلميحا آخر، حيث عندما هزم الديدان وقام بفيست بومب أو بمعنى آخر تلامس القبضة، صدر صوت معدني من تلامس قبضة يد فين البشرية اليمنى مع قبضة جيك، وهو تلميح لذراع فين الحديدية التي يفترض أنه سيحصل عليها في المستقبل. استغرب فين من هذا الصوت لكنه تجاهل الأمر. بعد ذلك تخرج دودة عملاقة من إحدى سقوف المكتبة، لكن طائرا عملاقا ينقض عليها ويأخذها كفريسة لإطعام صغاره. تستنجد الدودة العملاقة بفين، فيخبر فين الطائر أن يأخذه معه أيضا، فيفعل ذلك ويأخذ كل من فين وجيك معه. إلى الآن تبدو الأحداث عشوائية جدا. المهم اتضح أن عش الطائر موجود فوق بيت الشجرة. ينظر فين إلى ما يوجد في ذلك العش فيجد عصافير صغيرة، وعلى أرضية العش توجد هياكل عظمية لأشخاص نعرفهم بالفعل: جثة السيد خنزير زوج تري ترانكس، وجثة ميما والقطة، وجثة الحلزون، وأبراكا دانيل، وفتى عصير الجذور، وليمون جراب. كلهم كانوا أمواتا. هذا جعل فين يعلم أنه على وشك أن يلتهم من قبل صغار الطائر، لذا رفض الأمر، بينما جيك كان راضيا به. وهذا ما اعتدناه من جيك الذي دائما ما يسير مع التيار، خصوصا في مسألة تقبل فكرة موته، وكان هذا واضحا في حلقة الآفاق الجديدة أو The New Frontier من الموسم الثالث، حيث بعدما رأت جيك حلما عن وفاته وحيدا دون تواجد فين معه، أصبح جيك مؤمنا بشدة أن مصيره هو الموت بنفس الطريقة التي مات بها في حلمه. ومنذ ذلك الحين أصبح متقبلا لفكرة أنه سيموت يوما ما قبل فين وحيدا بدون فين معه. وهذا جعل فين يتعلق بجيك أكثر ويرفض مفارقته لكي لا يترك فرصة لحلم جيك أن يتحقق، فحلم جيك يستدعي أن يكون جيك لوحده بدون فين. المهم تجنبا من أن يموت كلاهما الآن، عض فين إصبع الطائر قبل وصوله لعشه، مما جعله يفلته هو وجيك، فسقطا على الأرض واستيقظا، وأخبر فين جيك أنه حان وقت تناول علبة الآيس كريم. لكن اتضح أن جيك كان مركزا على شيء آخر. اتضح أن بجانبهما قبرا مكتوب على شاهده RIP، التعبير المختصر لـ Rest in Peace أو أرقد بسلام. فبدأ
جيك يزحف نحو القبر، بينما فين يحاول منعه ويصرخ مذعورا، إلا أن جيك يخبر فين أن هذا هو المكان الذي يفترض أن يكون فيه. يودع جيك فين ويذوب هو والثلج الذي يغطيه وعلبة الآيس كريم داخل القبر. حينها يصرخ فين باسم جيك، وأثناء صراخه يتغير المكان حوله لمدة جزء من الثانية، ويتبدل فين بنسخة كهلة منه، ومن ثم يعود كل شيء طبيعيا. وهذه اللحظة بالذات جعلتني أشعر ببعض الحماسة. يحاول فين إنقاذ جيك صارخا: لا يمكن لهذا أن يحدث الآن، لا يمكن لهذا أن يحدث مجددا. لكن لا فائدة. أعاد فين النظر إلى شاهد القبر فوجد أن اسم جيك صار مكتوبا عليه الآن. بدأ فين يفقد صوابه ويتعرق بشدة ويصرخ باسم جيك، ومجددا للحظة يتغير ما حوله ويصبح فين كهلا، ثم يعود كل شيء كما كان. خلع فين قميصه، لكن حقيبة ظهره ظلت باقية مكانها وبدأت تتحرك بشكل غريب وتتشبث بجسد فين. أراد نزعها لكنها كانت متمسكة به، فبذل جهدا أكبر وتمكن من نزعها. وحينها تغير كل شيء لما كان عليه عندما صرخ فين باسم جيك. تحول المشهد تماما لفين الكهل. لقد أصبح فين كهلا وهو الآن في مكان غريب، واتضح أن حقيبة ظهره التي كان يرتديها في هلوسته ما هي في الواقع إلا مخلوق غريب طفيلي يشبه العنكبوت كان متشبثا بظهره. فقام فين بقتله وبدأ يقتل المزيد من تلك العناكب التي ظهرت حوله، وهو يتحدث عن ما رآه في هلوسته وكيف أنه يذكره بالأيام الخوالي عندما كان جيك لا يزال حيا. مهلا، عندما كان جيك لا يزال حيا؟ يب، صدمة كبيرة، لقد مات جيك. وتبعا لشكل فين العجوز، فنحن في زمن ما بعد أحداث الحلقة الأخيرة من وقت المغامرة بما يفوق 70 سنة. كل أحداث الحلقة إلى الآن كانت هلوسة حبكتها مخيلة فين العجوز عن الفترة التي خاض فيها مع جيك أفضل مغامراتهما عندما كانت جيك حيا، وتحديدا في زمن أحداث الموسم الأول والثاني من البرنامج عندما كان عمر فين 13 سنة. ولهذا اتسمت الأحداث بانعدام المنطقية والعشوائية، فهي لم تحدث من الأساس، بل حبكتها مخيلة فين العجوز. كهف آيس كريم موجود بجوار مملكة الجليد، ذوبان علبة آيس كريم في مملكة الجليد التي يفترض أن يكون الجو فيها متجمدا لا ساخنا، غيلان جليدية على شكل بيس ماستر والعم جامبل، قدر مليء بالثلج المغلي ولا يوجد شيء اسمه ثلج مغلي أصلا، ظرف فين للدموع بطريقة لا إرادية، صدور صوت معدنيا عند تلامس قبضة فين البشرية بقبضة جيك رغم أن فين في ذلك العمر لم يستبدل ذراعه بذراع آلية بعد، ظهور جثث شخصيات مثل السيد خنزير والحلزون يفترض بها أن تكون حية في زمن أحداث الموسم الأول والثاني، ظهور قبر بجوار بيت الشجرة، وحتى كل هلوسات فين العجوز هذه لم تنجه من حقيقة وفاة جيك في الحياة الحقيقية. لذا نرى أن هلوساته أيضا ينتهي بها المطاف بوفاة جيك، حتى لو كانت الطريقة غير منطقية، مثل ذوبان جيك في القبر. لذا أجل، جيك ميت بالفعل في زمن فين العجوز، لكن السؤال هو متى مات جيك؟ في حلقة أوبسيديان التي كانت تدور أحداثها بعد زمن أحداث الحلقة الأخيرة بسنوات قليلة، أي عندما كان فين في العشرينات أو الثلاثينات من عمره، ظهر فين بدون جيك واضعا وشما يحمل شكل جيك على صدره، وهو ما دعانا للتساؤل وقتها: هل مات جيك؟ يبدو أننا عرفنا الإجابة الآن. غالبا مات جيك قبل أحداث أوبسيديان. لو تذكرون في حلقة The New Frontier، رأى جيك البوم الكوني في حلمه الذي مات به وحيدا بدون فين. ونحن نعلم أن ظهور البوم الكوني في أحلام وقت المغامرة يعني تحقق هذه الأحلام في الحياة الواقعية. في نهاية تلك الحلقة وضع جيك في مشهد مشابه جدا للمشهد الذي مات به في حلمه، حتى ظن أغلبنا أن ذلك كان تحققا لحلم جيك في الحياة الواقعية، غير أنه مختلف عن حلمه في كون فين معه وكون جيك لم يمت بالفعل. بنهاية تلك الحلقة أدرك جيك بالفعل أن حلمه لم يتحقق بعد، وأنه لابد من أن يتحقق يوما ما ويموت وحيدا دون تواجد فين بجواره. وختمت تلك الحلقة على هذه النهاية السوداوية. يبدو أن حلم جيك عن وفاته تحقق في فترة ما بعد أحداث الحلقة الأخيرة وقبل أحداث حلقة أوبسيديان. وها نحن ذا بعد أحداث أوبسيديان بحوالي 60 سنة تقريبا، وما زال فين غير قادر على تجاوز مسألة موت جيك، والأمر أصبح يسبب له الهلاوس. بصراحة ألمني ذلك قليلا. نظر فين حوله فوجد أصدقاء آخرين له، ومن ضمنهم دوني، وهو شخصية قديمة للغاية، واقعين تحت نفس تأثير تلك العناكب الطفيلية التي يبدو وكأنها تسحب أشياء من أدمغتهم. أنقذ فين شخصا ما من تلك العناكب وأخبر البقية أن يلحقوه لأنه وجد مخرجا، فلحقوا به حتى وصلوا إلى حارس ما، وقال لهم الحارس: مرحبا بكم نحو الأبدية. نظر فين إلى المكان الذي كان يحرسه فاتضح أنه أرض الموتى.
يب، مات فين أيضا. على ما يبدو كان المكان الغريب الذي رأينا فين العجوز فيه قبل قليل هو المكان الانتقالي الذي تنتقل إليه شخصيات وقت المغامرة بعد موتها قبل الانتقال إلى بوابة أرض الموتى. أدرك فين أنه مات أيضا. كانت هذه لحظة مهمة بالنسبة لي، لم تكن مؤثرة لتلك الدرجة لأننا نوعا ما كنا نعلم أنه سيموت لأنه بشري فان وعمره لن يتجاوز أعمار البشريين العادية، ولا يملك قدرات خاصة تزيد عمره مثل تاج سايمون الذي مكن سايمون من العيش لأكثر من 1000 سنة رغم أنه بشري. لكنها عموما لحظة مهمة ما كنت لأتخيل رؤيتها أبدا على كارتون نتورك، وهي بالفعل لم تظهر على كارتون نتورك بل ظهرت على HBO ماكس. المهم فين مات، لكن هذا على غير المتوقع أسعده لأنه سيتمكن من رؤية جيك مجددا في أرض الموتى. ففين لم يرى جيك منذ أن مات جيك من عشرات السنين. دخل فين أرض الموتى غير مهتم بالحارس وركض باحثا عن جيك حتى وصل إلى شيء ظن أنه جيك من الخلف، وكان عمر فين يصغر كلما اقترب منه حتى عاد إلى شبابه، إلا أنه اتضح أن ذلك لم يكن جيك بل كان السيد فوكس. وقال السيد فوكس أنه سيكون المرشد الرسمي لفين في أرض الموتى. سأل فين السيد فوكس ما إن كان يستطيع إرشاده لجيك، فأجاب الآخر بالنفي فتركه فين وذهب، إلا أن فوكس لحق به وأخبره أنه يعمل في أرض الموتى لتحقيق هدف وهو الحصول على وسادة لا تسبب الحساسية. أوكي. المهم أبدأ فين استغرابه من تحول مظهره من عجوز إلى شاب، فشرح السيد فوكس لفين أنه بإمكان الموتى في أرض الموتى تغيير هيئتهم ليبدو كأي نسخة قديمة عاشوها في عالم الحياة الفاني. عرفنا سابقا من حلقة السرداب من الموسم الخامس أن روح فين كانت موجودة منذ زمن بعيد في كائنات مختلفة، وأنه كلما يفنى الكائن الذي به روح فين تخرج روحه وتدخل في كائن آخر، وأن روح فين في الماضي كانت متجسدة في كائنات مختلفة منها مذنب وشيء وردي غريب وفراشة وامرأة تدعى شوكو، وأن فين عندما يموت ستنتقل روحه لتجسد شخصا آخر، وأن عملية إعادة التجسد أو إعادة البعث بهيئات جديدة هذه تسمى عجلة التجسد أو عجلة التناسخ. لذا نرى فين هنا يتحول إلى هيئات من حيواته السابقة وهي شوكو وذلك الشيء الوردي الغريب والفراشة والمذنب وفين الرضيع، لكنه قرر أن يستقر على شكله المألوف بعمر 17. بعد ذلك بدأ السيد فوكس يتحدث عن حاكم جديد في أرض الموتى، بينما فين يصفق بيديه كإشارة اتفق مع جيك عليها قديما من أجل أن يرشد بعضهما إلى مكانيهما في حال توفيا. وذكر فين جملة مثيرة للعجب هنا وهي علينا إيجاد جيك حتى نتمكن من العودة للحياة معا. إن كان ما فهمته صحيحا فهذا يعني أن فين ليس وحده الذي لديه ميزة إعادة التجسد في كائن جديد بعد موته، جيك أيضا لديه نفس الميزة، وربما جميع شخصيات وقت المغامرة تملك هذه الميزة أيضا. وشيء آخر نستنتج أنه في عالم وقت المغامرة إعادة تجسد الميت في كائن جديد لا يحدث بشكل تلقائي بعد وفاته، فجيك ميت منذ عشر السنين، ورغم هذا يريد فين إيجاد جيك في أرض الموتى، أي أن جيك ما زال باقيا في أرض الموتى منذ وفاته ولم يتجسد في كائن جديد بعد. لكن السيد فوكس أخبر فين أن التصفيق لن يعمل لأن جيك ليس هنا أصلا. شعر فين بالصدمة وعلم من السيد فوكس أن جيك موجود في أرض الموتى لكن لا بد أنه في عالم مختلف، فأرض الموتى مقسمة إلى عدة عوالم موتى أو Dead Worlds، ويبدو أن الميت ينتقل إلى أحدها تبعا لأعماله أثناء حياته. وحينها أظهر السيد فوكس ورقة أخبر فين أنه تم تعيينه إلى عالم الموتى 37، لكن رجلا غامضا مقنعا مجنحا ظهر من بوابة مكانية ومزق تلك الورقة وأعطى ورقة جديدة للسيد فوكس بها أمر بإعادة تعيين فين لعالم موتى آخر غير العالم 37، ثم نفخ في آلة موسيقية غريبة ففتحت البوابة المكانية مجددا ودخل فيها واختفى. علم فين من السيد فوكس أن ذلك الرجل من الأندرتيكرز، وأن الأندرتيكرز يستطيعون السفر عبر عوالم الموتى بواسطة تلك الآلة، لكن هذا يتطلب إذنا من الحاكم الجديد لأرض الموتى وهو الموت الجديد. عرفنا سابقا في حلقة الموت في ازدهار Death in Bloom من الموسم الثاني أن شخصية الموت هو حاكم أرض الموتى بجميع عوالمها، وظل الموت حاكما لأرض الموتى طيلة أحداث مواسم البرنامج الأصلي، لكن يبدو الآن أن الموت الجديد حل محله، وسنعرف تفاصيل هذه القصة لاحقا في الحلقة. عندما عرف فين أن الأمر بيد الموت الجديد ذهب إلى قلعة الموت الجديد وبدأ يضرب الباب، فجاء حراس من الأندرتيكرز وضربوه ومنعوه من الدخول، وقبل أن يبدأ عراك بينهم جاء شخص من الأندرتيكرز وكان صوته مألوفا للغاية وكشف قناعه ليتضح أنه تيفاني، فيتفاجأ فين من رؤيته. لمن لا يذكر تيفاني كان في الماضي عضوا في عصابة جيك القديمة، وهو مشهور في البرنامج بغيرته من فين لكونه مقربا جدا من جيك، ومن الظاهر أن تيفاني مات لاحقا قبل موت فين بفترة لا نعرفها، وقرر البقاء في أرض الموتى ليعمل مع الأندرتيكرز كأحد حراس الموت الجديد.
يأخذ تيفاني فن إلى داخل القلعة ويسأله فن ما إن كان بإمكانه أن يأخذه إلى جيك، لكن تيفاني أجاب بالنفي لأن جيك موجود في أعلى الأماكن في أرض الموتى وهو العالم الخمسون. وهنا نتوقف قليلا ونربط الوهم الذي مر به فن بالأحداث الحالية. تذكرون الآيس كريم ذا الخمسين نكهة؟ تذكرون كيف أنه ذهب مع جيك إلى القبر؟ يبدو أن الخمسون هذا كان يرمز إلى العالم الخمسين في أرض الموتى، وأما رمز النجمة ذاك على العلبة فسنعرف معناه لاحقا. نعود إلى الأحداث الحالية. يمر تيفاني وفين وفوكس بجانب غرفة الموت، فيرفض تيفاني أن يسمح لفين بدخول غرفة الموت، لذا يقوم فين بضرب تيفاني على رأسه ويفقده الوعي ويدخل مع فوكس إلى غرفة الموت حيث يظهر الموت الجديد. اتضح أن الموت الجديد مختلف كليا عن الموت القديم، فالموت الجديد متهور تهور المراهقين الطائشين قاس وغير مبال بأتباعه، حتى أنه قتل واحدا منهم بسبب سوء فهم بسيط، وكاد يقوم بقتل تيفاني لأنه سمح لفين بالدخول، لكن فين منعه ثم طلب منه المساعدة في الوصول إلى عالم الموت الخمسين وأخبره أنه كان صديقا للموت السابق. بذكر فين للموت القديم يظهر فلاش باك للموت القديم وهو يحرث أرض الموت، وبعدها يطلب بصمت من الموت الجديد أن يساعده ويحرث معه، رغم أن الموت الجديد يفترض أن يذهب لمقابلة صديق جديد له كان ينتظره في ذلك الوقت. كان الموت الجديد مستاء وغاضبا جدا ويحاول التحدث عن صديقه الجديد بطريقة إيجابية، وكان الموت القديم غير متقبل لهذا الصديق الجديد، وسنعرف لاحقا من هو هذا الصديق الذي يتحدث عنه الموت الجديد. لكن الموت القديم كان متحليا بالصمت مما زاد من غضب الموت الجديد فحاول ضربه، ودافع الموت القديم عن نفسه. نعود إلى الحاضر حيث تحدث الموت الجديد عن أنه لا يهتم بالأمور القديمة وأنه يفعل ما يشاء الآن وأنه يريد تدمير عوالم الموتى وإنهاء عجلة التناسخ. ألا يذكركم هذا بأمر ما؟ إنهاء عجلة التناسخ؟ أليس هذا يعني إنهاء الحياة نفسها؟ فلنترك هذا الأمر لوقت لاحق. شعر فين من كلامه بأنه شرير لذا أراد القضاء عليه، لكن تبين أنه لا يستطيع لمسه حتى، وفي المقابل الموت يستطيع. كاد الموت أن يقتل فين ويتسبب في وفاته للمرة الثانية لأن فين مات أصلا، لكن بعد أن سمع كلامه عن أنه سيصل لعالم الموت الخمسين ويجد جيك مهما حصل ابتسم ابتسامة شريرة وترك فين. يبدو أن الموت الجديد لديه خطة ما، وأمر حراسه بطرد فين من القلعة. لحق فوكس وتيفاني بفين وصارت محادثة عاطفية تصالح فيها فين وتيفاني، إلا أن فين خدع تيفاني وخطف منه تلك الآلة الموسيقية التي يملكها تيفاني والتي تساعد الأندرتيكرز في التنقل بين عوالم الموتى، وبدأ يبحث في كل عوالم الموتى عن جيك. وفي أثناء تنقله بدأ يرى شخصيات قديمة في وقت المغامرة، كل تلك الشخصيات إذن ماتت في فترة ما قبل موت فين. أدرك فين أن عالم الموتى الثلاثين مكان جميل تقيم فيه تري ترانكس والسيد خنزير، وأن عالم الموتى الأول مكان سيء يقيم فيه أسوأ الناس عالقين في مستنقع من الوحل بينما يتم تعذيبهم بواسطة مخلوقات وحشية، وفيه الساحرة ماجا والتي أتفهم تواجدها هنا. ولكن تشوزجوز، يبدو أن تشوزجوز كان لديه جانب شرير سري لا يعرفه أحد إلى الآن. وأثناء تنقل فين بين العوالم ظهر مشهد لتيفاني وهو يعتذر من الموت الجديد بسبب ما فعله فين، فأعطاه الموت الجديد فرصة أخرى وآلة موسيقية أخرى وقال له أن يذهب هو وبعض الأندرتيكرز إلى عالم الموتى الخامس والأربعين وهو عالم الموتى الذي به فين الآن، وأن يقوموا بتدميره. نعود إلى فين في عالم الموتى الخامس والأربعين حيث سائم من البحث بين العوالم وكاد أن يرمي بالآلة الموسيقية، لكن منعه صوت مألوف، إنه صوت والد جيك جوشوا. نظر فين فوجد منزلا وأمامه جوشوا ومارغريت وهما يرحبان به، احتضنهما وأخبرهما أنه اشتاق إليهما. بعد ذلك سألهما ما إن كانت هناك طريقة للذهاب إلى العالم الخمسين، فأجابا أنه لكي يدخل إلى عالم الموتى الخمسين يجب أن لا يرغب بالدخول إليه. حاول فين أن يفعل ذلك لكنه فشل، خرج من المنزل وفوت لقاءه بجيرمين. وفي أثناء ذلك ظهر تيفاني أمام باب منزل جوشوا ومارغريت، فيعتذر تيفاني ويفسح المجال لهما لينظرا إلى مجموعة أندرتيكرز وهم يستعملون أجنحتهم لإنشاء كرة طاقة ضخمة والتي تنفجر وتدمر عالم الموتى الخامس والأربعين بأكمله، وذلك تنفيذا لأمر الموت الجديد. يرفع فين رأسه ليجد كل شيء قد اختفى، ينادي على أبويه لكن لا مجيب. أصبح فين يطفو في الفضاء وحيدا وحزينا. يأخذ فين الآلة الموسيقية ويهم بالعزف لكن يتوقف وهو يقول ما الفائدة، ثم يبدأ بالبكاء.
يبكي وهو ينادي اسم جيك. يتحول فين إلى هيئات أكبر سنا أثناء بكائه حتى وصل لهيئة هيكله العظمي. وبينما كان فين في قمة اليأس، فتحت من الأعلى بوابة يشع منها ضوء ذهبي، وما فاجأ فين هو أن جيك نزل منها وهو يرتدي معطفا من النور. وفي أثناء ذلك تلك الآلة الموسيقية فتحت فيها عين تنظر إلى مشهد نزول جيك، وسنعرف معنى ذلك لاحقا. تحول فين لهيئته الشابة مجددا، وشعر بسعادة غامرة، وذهب إلى جيك ليعانقه وقال له: جيك، لقد وجدتني. فرد عليه جيك: نعم، من هو جيك؟ هذه اللحظة أخافتني قليلا، لأنني لم أرغب برؤية فين وهو يخوض مغامرة سخيفة لتذكير جيك بنفسه، لكن اتضح لاحقا أن جيك كان يمزح معه، وأنه شعر بوجود قوي في الأسفل بينما كان في العالم 50، عالم السعادة الأبدية، ولهذا نزل ليتفقد، فوجد أنه فين. يعبر فين لجيك باكيا عن أنه كان من المفترض أن يموتا سوية حتى يتمكن من إعادة التجسد والعودة إلى الحياة سوية، دون أن يقضي كل منهما فترة بدون الآخر، يعني أن يموتا سوية ثم يتجسدا في كائنين جديدين سوية، ثم يموت الكائنان سوية، وهكذا إلى ما لا نهاية. لكن يبدو أن جيك أصبح أكثر حكمة وسلاما نفسيا في الفترة التي قضاها في عالم الموتى 50، وقال أنه تخطى هذا الأمر، فأوقفه فين من العودة إلى البوابة العليا وأعطاه علكة حتى يذكره بالحياة. لكن فجأة داهمهما مجموعة من الأندرتيكرز، وبدأت البوابة العليا بالإغلاق، فقام أحد الأندرتيكرز بحشر جيك فيها حتى لا تغلق، ثم قاموا بإبراح فين ضربا. غضبت جيك لرؤية ذلك، وأبقى معطفه عالقا في البوابة ونزل للدفاع عن فين وهزم الأندرتيكرز. حينها ظهر فجأة الموت الجديد ضاحكا ومعه تيفاني. لقد خطط الموت الجديد لكل شيء. قال الموت الجديد أنه مهما حاول، عالم الموتى 50 كان دوما يرفض أن يفتح له، وعلم أن فين مستعد لفعل أي شيء من أجل استعادة جيك من العالم 50، فسمح له بالبحث عن جيك حتى يجذب جيك وتفتح بوابة للعالم 50. قام الموت الجديد بتقريب الآلة الموسيقية التي كانت مع فين إلى عينه، فاتضح أن العين التي على الآلة ما هي إلا مرآة لعينه، وهنا علمنا أنه كان يراقب فين طوال الوقت من خلال الآلة الموسيقية، بل وحتى أنه دمر العالم الذي كانت جوشوا ومارغريت فيه لكي يجعل فين يحزن ويساهم ذلك في جذب جيك وفتح بوابة نحو العالم 50. حاولت جيك ضربه، لكن الأمر لم يفلح، لأنه لا يمكن لأحد أن يلمس الموت. حلق الموت ووسع بوابة العالم 50 ودخله مع تيفاني، ولحق بهما فين وجيك. وحينها رأينا العالم 50 لأول مرة. إنه المكان الذي يمثل النعيم المطلق، مكان ذهبي جميل حيث الكل مسترخ فيه، لدرجة أن بعض الأشخاص هناك يتحولون إلى نجوم ذهبية غريبة. وهنا نعود للربط بأول مشهد في الحلقة. تلك النجوم الذهبية لها نفس شكل تلك النجمة التي كانت موجودة على علبة الآيس كريم ذي النكهات 50، وهنا نتأكد أن رمز 50 في ذلك الوهم يشير للعالم 50، وأن النجمة تشير لحالة الاسترخاء القصوى تلك التي تجعل سكان العالم 50 يتحولون إلى نجوم. شعر الموت الجديد بخيبة أمل شديدة لرؤية الهدوء والسلام النفسي وعدم خوف ساكني العالم 50 منه، مما أشعره أن لا سلطة له عليهم، فقام بتدمير العالم 50 وأسقط كل من فيه نحو العالم الأول وهو العالم الأسوأ. ويبدو أن تدمر العالم 50 جعل عوالم الموتى الأخرى كلها تنهار، فسقط كل من في عوالم الموتى الأخرى ومن ضمنهم تري ترانكس والسيد خنزير لمستنقع العالم الأول أيضا. شعر فين بخيبة أمل تجاه نفسه، لكن جيك شجعه وواساه وقام بإنشاء منصة بجسده ودعا الكل لأن يصعدوا فوقها، ولكن شعر بالخوف من أنه سيضطر لفعل ذلك للأبد. ننتقل إلى مشهد غبي، حيث قام تيفاني لسبب لم أفهمه بتقييد جوشوا ومارغريت اللذين تبين أنهما لم يموتا بانفجار عالم الموت 45، وأجبرهما تيفاني على أكل كعكة، ونرى أن مارغريت كانت تحاول أن تفك قيدها في ذلك الحين. أيضا قام تيفاني بتقييد جيرمين وأجبره على رسمه، وكان تيفاني يقول كلاما غبيا طوال الوقت، لكنه في النهاية عزم أمره لفعل شيء ما وأخذ قطاعة كعك وذهب. نعود إلى فين وجيك، حيث كانا يحاولان أن يرفعا الكل من مستنقع الوحل لفوق جسد جيك. كان فين محبطا لأنه كان السبب في وصول الموت الجديد لعالم الموت 50 وتدميره، ولأنه يعتقد أن جوشوا ومارغريت قد قتلا بانفجار عالم الموت 45، وأن كل ذلك بسببه. فواساه جيك واقترح أن يتواصل مع شخص خارج عوالم الموتى ليساعدهما،
تفاجأ فين من إمكانية فعل ذلك وغضب من جيك لأنه لم يتواصل معه أبدا عندما كان فين حيا. خصام بسيط لم ينتهي بأي مشكلة. بعد ذلك اقترح فين أن يتواصل مع أميرة العلكة، فوضعا كفيهما فوق كفي بعضهما، وهنا ننتقل لقصر مملكة الحلوى حيث نتوقع أن نرى أميرة العلكة، لكن ننتهي ببيبرمنت باتلر وكأنه يقوم مقامها، حيث نراه واضعا تاجها ويبدو أنه يلمع أميرة العلكة المتحجرة، أو ربما هي ميتة وهذا مجرد تمثال لها، أو ربما ما زالت تعيش مع مارسلين، لا أدري. لكن تذكروا أننا هنا بعد أحداث الحلقة الأخيرة بحوالي 70 سنة. من المنطقي أن تكون كثير من التغيرات قد طرأت خلال هذه الفترة. منذ حلقة أوبسيديان التي كانت أحداثها بعد أحداث الحلقة الأخيرة بسنوات قليلة، عرفنا أن أميرة العلكة تخلت عن مسؤولية حكم مملكة الحلوى واتجهت للعيش في بيت مارسلين، فما بالكم بمرور عشرات السنين بعد هذا. المهم، يتمكن فين وجيك من التواصل روحيا مع بيبرمنت باتلر، والذي سنتعرف بالتفصيل على قصته في الحلقة الرابعة من أراضٍ بعيدة. لكن باختصار، بيبرمنت باتلر درس السحر الأسود ولديه علاقة وثيقة بأرض الموتى، وجدير بالذكر أنه قد تعرض للسائل الذي اخترعه جامبولد في الحلقة قبل الأخيرة من البرنامج، أي الحلقة 12 من الموسم العاشر، فتحول لهيئة أصغر وأكثر غباء، وقد انتهى البرنامج وبيبرمنت باتلر على هذه الهيئة. لذا رؤيتنا له بهيئته الكبيرة الأصلية هنا يعني أنه تحول من هيئته الصغيرة إلى هيئته الأصلية، وذلك إما بسبب أنه كبر في العمر بفعل مرور كل هذه السنوات بعد الحلقة الأخيرة، أو أن تأثير سائل جامبولد قد عكس بطريقة ما. المهم، يخبرهما بيبرمنت أنه لن يتمكن من مساعدتهما، ولكن سيرشدهما لشخص يمكنه ذلك، ومقابل هذه الخدمة استأذنهما في أن يستعمل عظامهما في تعويذة ما، فسمحا له. وعلى ما يبدو بيبرمنت كان يملك عظامهما بالفعل من قبل أن يستأذنهما لاستعمالها. يجلب بيبرمنت شمعة على وشك الانطفاء ويشعلها، ثم يخبرهما أنه سيرسلهما للحدائق تحت المائية، أو بمعنى آخر مملكة الحياة، لكي يقابلا شخصية تدعى الحياة، وأنهما سيظلان في مملكة الحياة ما دامت الشمعة مضاءة. شخصية الحياة ظهرت سابقا في وقت المغامرة على أنها شريكة الموت القديم، وأن لها القدرة على بث الحياة في الأشياء. يجدر بي أن أقول هنا أن الأفكار الوثنية هذه لا تعبر عن معتقدات أي منا ولا تخرج عن حدود البرنامج، والبرنامج لا يطرح القصة على أنها قصة حقيقية لنؤمن بها أصلا، ويفترض أنكم تدركون ذلك، ولكن وجب علي ذكر هذا هنا. وهكذا اختفى فين وجيك من عالم الموت الأول، مما جعل الكل يسقط في مستنقع الوحل مجددا، وانتقلا إلى الحدائق تحت المائية والتي تسمى أيضا مملكة الحياة، وقد كانت عالما يعج بالحياة بالفعل، ودخلت روحاهما في سمكتين وصار لهما شكل جديد. تظهر الحياة والتي اتضح أنها المسؤولة عن عملية إعادة تجسد أرواح الموتى في كائنات جديدة، أو بمعنى آخر هي المسؤولة عن عجلة التناسخ، حيث ترد إليها أرواح الكائنات الفانية فتقوم بإعادة تشكيل هذه الأرواح في كائنات حية جديدة، وتقوم بإرسال هذه الكائنات إلى العالم الأصلي. قابلا الحياة وأخبرها عن إجرام الموت الجديد، فاكتشفا وبطريقة محرجة للغاية أن الموت الجديد هو ابنها، وهو ما يعني أن الموت القديم هو والد الموت الجديد. عموما رفضت التدخل في البداية لأن الموت الجديد هو المسؤول عن أرض الموتى حاليا، لكن فجأة وأثناء إرسالها لكائنين جديدين إلى العالم الأصلي، اكتشفت أن الموت الجديد قام بقطع عجلة التناسخ بأكملها، وهذا أغضبها بشدة لأنها لن تتمكن من إنجاز عملها، فقامت بأخف غصن شجرة وصنعت حوله أفعى وقبلتها وأعطتها لفين وجيك، وقالت لهما أن هذه العصا اسمها قبلة الحياة، وأنها الوسيلة القادرة على هزيمة الموت. أرادت أن تخبرهما بتحذير مهم للغاية بشأن استعمالها، لكن للأسف الشمعة انطفأت قبل ذلك، فاختفيا من مملكة الحياة وعادا إلى عالم الموتى الأول ومعهما العصا. عادا في مستنقع الوحل، وكادت دودة عملاقة متوحشة من ضمن وحوش عالم الموتى الأول أن تقتل فين، لكن تيفاني ظهر ومعه قطاعة الكعك وأنقذ فين، وقال أنه هنا لمساعدة جيك. وهذا يعود بنا لولاء تيفاني لجيك قديما عندما كان في عصابته. سمع تيفاني بشأن هدف فين وجيك للإطاحة بالموت الجديد، فقرر مساعدتهما للتسلل إلى داخل قلعته. لم يثق به فين في البداية، لكن لم يكن يملك خيارا آخر، لذا ذهب معه. حصل مشهد كوميدي لفين وجيك وهما يحاولان التنكر للتسلل عبر القلعة، حيث تحول فين إلى شوكو وتحولت جيك إلى النمر الخاص بها، وتم كشف هويتهما طبعا. لكن بمساعدة تيفاني تمكنا من الهرب من الحراس الذين أصبحوا يطاردون تيفاني الآن، وتمكن فين وجيك من الوصول إلى غرفة الموت حيث يتواجد الموت الجديد. وهناك رأينا مشهدا للموت الجديد
وهو يراقب جميع عوالم الموتى وهي تتدمر واحدة تلو الأخرى، حيث يقوم الأندرتيكرز بتفجير عوالم الموتى بأمر من الموت. ورأينا أيضا أن السيد فوكس صار يخدم الموتى الآن. ظهر فين وجيك أمام الموت ومعهما العصا السحرية بين قوسين قبلة الحياة، وكانا سابقا غير قادرين على لمس الموت، ولكن الأمر مختلف الآن لامتلاكهما قبلة الحياة. فقام فين بضربه بها، لكنه استغرب من أنه لم يتفجر أو يختفي من الضربة. حينها انهال فين وجيك عليه بالضرب بالعصا، إلا أنه لم يتأثر أي تأثر مذكور. ننتقل إلى مشهد آخر، حيث يقوم الأندرتيكرز بالقبض على تيفاني وضربه وقطع أجنحته، ثم رميه في الحفرة اللانهائية، وهي حفرة عديمة القاع موجودة في قلعة الموت. لكن في اللحظة الأخيرة مارغريت وجوشوا ينقذانه بعدما تمكنا من فك العقد التي قيدهما بها. يتأثر تيفاني من ذلك ويقول له جوشوا: تحتاج أبا ليعلمك كيف تربط العقد. فيتأثر ويصغر جسده إلى هيئة طفولته، بحكم أن الأموات في أرض الموتى لديهم قدرة تغيير هيئتهم ليبدو كأي نسخة قديمة عاشوها. ويسأل تيفاني جوشوا ما إذا كان جادا في مسألة تعليمه كأب له. وفي هذا إشارة صريحة لرغبة جوشوا ومارغريت في التبني، وهي الرغبة التي أدت لتبنيهما فين عندما كان طفلا وحيدا ضائعا. في هذه الأثناء يتقاتل جوشوا ومارغريت مع الأندرتيكرز دفاعا عن تيفاني. نعود إلى فين وجيك، حيث أنهما أبرحا الموتى ضربا بعصا قبلة الحياة، لكن الأمر لم يفلح أبدا. ظنا أنهما يستعملان العصا بطريقة خاطئة، لذا حاولا تقبيل العصا، لكن الأمر لم يفلح أيضا. قام الموت وركض نحوهما، لكن فين ألصق تعويذة عليه أعاقت حركته، فخيره فين بأن يبقى عالقا هكذا إلى الأبد أو أن يصلح عوالم الموتى التي دمرها. فأجاب الموت بأنه لم يرغب بهذا العمل الغبي أصلا. حينها ظهر فلاش باك مهم للغاية يستكمل أحداث الفلاش باك الأول. علمنا منه أن الموت القديم هو في الواقع والد الموت الجديد، وبعدما دافع الموت القديم عن نفسه من ضربة ابنه، حاول الموت القديم أن يمتص غضب ابنه عن طريق أن يحضنه، لكن صوتا شريرا مألوفا كان يهمس في رأس الابن: أهجم، أهجم الآن، أهجم الآن. فلم يتحمل وقام بعض أبيه، فمات الموت القديم وتحول إلى شجرة. ذعر الابن من فعلته الشنيعة وخاف من أن تقتله أمه الحياة، واكتشف أنه بقتله والده انتقلت مسؤولية حكم أرض الموتى إليه. يبدو أن هذه هي القاعدة: من يقتل الموت يصبح الموتى الجديد. نرى هنا الموتى الجديد بعدما قتل والده يصرخ للصوت الشرير الذي في عقله: يا صديقي المفضل ساعدني، لكن الصوت لا يرد عليه. وهنا استنتجنا أن الصديق المفضل الجديد الذي كان الموت القديم رافضا إياه لابنه، بينما كان ابنه يحاول إقناع أبيه به، هو صاحب هذا الصوت الداخلي الشرير الذي تسبب في نهاية المطاف بقتل الموت القديم. الموت القديم كان يعلم من البداية أن هذا الصديق شرير، شرير جدا، ولهذا لم يرضه لابنه أبدا. وهكذا عرفنا كيف أصبح ابن الموت القديم الموت الجديد بطريقة خارجة عن إرادته، فهو لم يرغب يوما أن يحكم أرض الموتى، ولكنه وضع بهذه المسؤولية نتيجة قتل الموت القديم. نعود إلى الحاضر، حيث يخبر الموت الجديد فين وجيك أنه علق بمسؤوليات أبيه، وسألهما ما إن كانا يريدان أن يعلقا في تلك المسؤوليات أيضا عن طريق قتله. وعلى ما يبدو هذا هو التحذير المهم الذي أرادت الحياة أن تتحدث عنه بخصوص استعمال عصا قبلة الحياة: من يقتل الموت يصبح الموت الجديد. يخاف فين وجيك من تلك المسؤولية، لذا يضعان العصا أرضا ويبتعدان عنها. لكن حينها بدأ الموت يضحك ضحكة هستيرية، وبدأ صوته يتحول إلى صوت صديقه المفضل. بدأ صوته يتحول إلى صوت الليتش. حينها تحرك فين نحو القفاز الذي يرتديه الموت وخلعه، فوجد يد الليتش. إنها نفس تلك اليد التي قام فين بقطعها من جيك الليتش في بعد المزرعة في حلقة كروس أوفر من الموسم السابع، وانتقلت إلى كل الأبعاد في الكون. وبحكم أن أرض الموتى تعتبر بعدا من أبعاد الكون، فقد انتقلت يد الليتش إلى أرض الموتى ووصلت إلى ابن الموت القديم وسيطرت عليه. ويبدو أنها كانت تعبث به طوال الوقت، بل حتى عندما كان يتحدث مع أبيه عن صديقه الجديد الرائع، صديقه كان الليتش. كان الموت القديم محقا في منع ابنه من مصادقة هذا السفاح. من المعروف أن أحد أهم أهداف الليتش هو القضاء على كل أشكال الحياة في وقت المغامرة، ولهذا كانت خطته هذه المرة هي إيقاف عجلة الاستنساخ لكي لا تبعث كائنات حية جديدة. يخاطب الليتش فين قائلا: لقد مت أخيرا،
أليس كذلك يا صغيري؟ استخدامه كلمة أخيرا منطقي في هذا السياق، لأنه عندما تم إرسال يد الليتش إلى كل أبعاد الكون كان عمر فين حوالي 16 سنة. انتظر الليتش في أرض الموتى عمر فين بأكمله منذ أن كان في 16 حتى أصبح عجوزا كهلا، ثم مات وانتقل إلى أرض الموتى. الليتش هنا منذ عشرات السنين، وكأنه كان ينتظر مجيء فين. يخاطب فين الليتش قائلا: لقد هزمتك مرات عديدة. فيظهر مونتاج رائع لجميع المرات التي هزم فيها فين الليتش منذ بداية البرنامج. هنا يقول الليتش أن تسلسل الموت والحياة مخلوق لا غاية منه سوى أن يكون بيدقا له ليساعده في تحقيق غايته النهائية، وهي إنهاء كل أشكال الحياة، وأن نصره حتمي بامتلاكه لجسد الموت هذه المرة. نرى هنا ورقة التعويذة التي وضعها فين على الموت تحترق تدريجيا. بعد ذلك أدرك فين وجيك أنه يجب أن يقوم أحدهما بقتل الموت الجديد وأخذ مسؤولياته، فبدأ يتقاتلان على من سيفعل ذلك. كل منهما يود التضحية ليكون الآخر حرا بعيدا عن أرض الموتى. وفي أثناء قتالهما كان الليتش على وشك أن يتحرر من تلك التعويذة. بالفعل جاء السيد فوكس فرأى الدمار الذي حل بالمكان، ورأى فين وجيك يتقاتلان على عصا، فأخذ العصا منهما ونهاهما عن ذلك. لكن الليتش وقتها كان قد حرق التعويذة بالفعل، وبدأ يركض نحوهم ليقتلهم. حينها أمسك السيد فوكس بالعصا من الطرف الآخر، فاستيقظت الأفعى الموجودة حول العصا وقفزت نحو ذراع الموت وعضته وقتلته، فسقطت ذراع الليتش وأصبح السيد فوكس الموت الجديد. وهكذا علم فين وجيك أنهما كانا يمسكان بالعصا من الجهة الخاطئة طول الوقت. حاولت يد الليتش أن تعبث مع السيد فوكس، لكن جيك دهسها ورماها بعيدا في الفضاء. قام السيد فوكس بتحويل المنجل إلى وسادة لا تسبب الحساسية، محققا بذلك هدفه السخيف، وقام بإعادة كل شيء في أرض الموتى إلى صوابه، وبمعنى آخر أعاد تشغيل عجلة الاستنساخ، ومنح كل الأرواح وسادات مماثلة أيضا، وقام بإعادة تشغيل جميع عوالم الموتى بعد أن فجرها الموت قبله. حينها ظهر جوشوا ومارغريت وجيرمين ومعهما تيفاني للمساعدة، وقد أصبح تيفاني ابنهما الجديد بالتبني. سلم عليهم فين وجيك، وقام السيد فوكس بنقل جوشوا ومارغريت وجيرمين وتيفاني عبر بوابة إلى منزلهم السابق في عالم الموتى 45. تحصل محادثة عاطفية بين فين وجيك، يقول فيها فين أن رحيل جيك عنه كان أسوأ شيء حدث له في حياته على الإطلاق. فيقول جيك أن فين كان لديه الكثير في حياته ليعيش من أجله. يوافقه فين، ولكن يخبره أنه ظل منتظرا طيلة تلك السنوات اللحظة التي سيراه فيها مجددا. يطلب فين من السيد فوكس بصفته الموت أن يعيد تجسيده للحياة مجددا، فيفتح له بوابة ويحصل وداع حار بين فين وجيك، ويبدأ جيك في الصعود إلى العالم 50، وهم فين بالذهاب لعيش حياة أخرى بالدخول في البوابة. لكن ما إن رحل فين، شعر جيك بالشوق الشديد وترك وضعية الاسترخاء وقفز مع فين في البوابة. وعندما رأى فين جيك صدم كثيرا، وحصلت محادثة عظيمة بينهما انتهت بأفضل عبارة، وهي: لقد عدت من أجل المرح لأن العيش معك أمر رائع. ثم ما قاله فين سبب جيد. وهكذا ذهبا إلى الحياة، ذهبا ليولدا من جديد ويعيشا البطولة من جديد. وهكذا تنتهي أسطورة فين وجيك، بل هكذا تبدأ أسطورتهما مجددا، فين وجيك معا مجددا. أريد القول هنا أنه إذا عاد فين وجيك للحياة سوية بعد وفاتهما في كل مرة، تزيد احتمالية أن شيرمي وبيث البطلان المقربان اللذان ظهرا في مستقبل البرنامج في الحلقة الأخيرة ما هما إلا فين وجيك، ولكن بهيئة جديدة. المهم هذه الحلقة أعجبتني حقا، احتوت على الكثير من الشخصيات التي نسيناها والتي أضفت عظمة للقصة، وأحداثها كانت نفس ما اعتدناه من وقت المغامرة بالضبط، أحداث غريبة وغير متوقعة بالإضافة إلى العواطف الكثيرة، واختتمت بنهاية عظيمة حقا. هذه هي أفضل حلقة في أراض بعيدة حتى الآن في نظري. لذا كان هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو في أنيميتس، ونلقاكم في الفيديو المقبل.